بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 27 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله صالح الرياض من الملز، يسأل جمعا من الأسئلة فيقول في أحدها: هل الذهب الملبوس تجب فيه الزكاة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تكرر السؤال والإجابة عن هذه المسألة، وهي مسألة وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال واللبس، وجاء في الإجابات أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا زكاة فيها، يعني في الذهب المعد للاستعمال أنه لا زكاة فيه، نظرا لأنه صار من المستعملات بحاجة الإنسان، المرأة بحاجة إلى لبس الحلي للتزين به، فتحول من كونه مالا زكويا إلى كونه مالا مستهلكا للاستعمال كالملابس وكالمساكن والمراكب التي يتخذها الإنسان لحاجته. وإنما الزكاة في المال المعد للنماء، وهذا ليس معدا للنماء، وإنما هو معد للاستعمال. وذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه لعموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولأدلة خاصة وردت في الحلي رأوا أنها تدل على وجوب الزكاة فيه مطلقا، سواء كان معدا للاستعمال أو للتجارة أو غير ذلك، نظرا لكونه ذهبا أو فضة. وهذا القول عليه جمع من المحققين وله قوة. الإنسان الذي يريد الاحتياط وبراءة الذمة يقين أنه أن يزكي هذا الذهب ولو عدا للاستعمال والعارية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الذي ينسى التسمية في الوضوء وضوءه صحيح أو لا؟ ورد مشروعية الأمر بالتسمية في الوضوء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ورد هذا الحديث من عدة روايات يقوي بعضها بعضا، حتى قال بعض الحفاظ: تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني من كثرة طرقه. فالتسمية مشروعة في بداية الوضوء بأن يقول بسم الله، ولكن اختلف العلماء هل مشروعيتها من باب الوجوب أو من باب الاستحباب. الجمهور على أن مشروعيتها من باب الاستحباب، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا من نفي الكمال. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن هذه المشروعية من باب الوجوب، فلا يصح وضوء المسلم إلا أن يقول بسم الله في بدايته، في بداية وضوئه، فإن تركها نسيانا فوضوءه صحيح، فهي تجب عنده مع الذكر وتسقط مع النسيان. وحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، على نفي الحقيقة، وهذا قول له وجاهته، ويتأكد في حق المسلم أن يذكر اسم الله في بداية الوضوء، فإن تركها نسيانا، ترك ذلك نسيانا، فوضوءه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني أعاني من مرض عصاب مزمن، وقد تسبب لي في كثير من المشاكل، منها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وكثرة القلق والخوف، فهل علي إثم؟ وهل تسقط عني التكاليف وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا، وهل من نصيحة؟ أسأل الله لك الشفاء
والعافية من هذا المرض. لا شك أن هذا مرض ليس باستطاعتك وإنما هو بقضاء الله وقدره، عليك بالصبر والاحتساب مع بذل الأسباب في العلاج، في العلاج المفيد والدعاء، أن تكثر من الدعاء الله سبحانه وتعالى أن يمنحك الشفاء والعافية. أما ما يصدر منك إذا كان هذا بإرادتك ومع وجود شعورك فإنك تؤاخذ عليه، أما إذا كان يصدر منك من غير شعور ومن غير اختيار منك فأحرج عليك في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، عليك بضبط نفسك مهما أمكن، وإذا صدر منك شيء بغير اختيارك فإنه لا حرج عليك في ذلك، وعليك أيضا بالاعتذار ممن تسيء إليهم وخصوصا الوالدين، عليك أن تعتذر منهم وأن تطلب منهم المسامحة وأن تطلب منهم الدعاء لك بالشفاء. أما سقوط التكاليف الشرعية فلا تسقط مع وجود العقل، مهما وجود العقل فإن التكاليف لا تسقط عنك، وإنما تسقط التكاليف عن فاقد العقل، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فمع زوال عقلك لا تؤاخذ على ما يصدر منك، أما مع وجود العقل فإنك تؤاخذ عليه، عليك بالتوبة والاستغفار وحفظ نفسك عندما تحس بشيء من هذا المرض، تضبط نفسك وأن تكون حاضرا مع نفسك والله يعينك. لا شك أن هذا مرض شاق ولكن عليك بالصبر والاحتساب اتخاذ الأسباب الواقية والعلاج النافع خصوصا الدعاء والإكثار من الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، والله قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من المملكة الأردنية الهاشمية بتوقيع أحد المستمعين، يقول المرسل عبد الله يسأل جمعا من الأسئلة من بينها هذا السؤال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه يقول الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، فما المقصود بالرحم هنا؟ وهل زيارة الأخت لأخيها واجبة والعكس؟ وهل يأتم الطرف الآخر إن لم يزرها أو تزره؟ وهل هو رحم لها أم أنها هي رحم له؟ جزاكم الله خيرا. الرحم هو القرابة الذي بينك وبينه قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء هم رحمك كآبائك وأجدادك وأعمامك وعماتك وإن علوا وأخوالك وخالاتك وكذلك أخوتك وأخواتك، وكل من تربطك به قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك فإنه يكون قرابة لك وذو رحم منك، وكذلك أولادك وأولاد أولادك من الذكور والإناث مهما نزلوا فإنهم من أولى قراباتك، فإن أولى القرابات عمود النسب وهم الوالدان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، وكذلك بقية الحواشي من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأولاد الإخوة والأخوات وأولاد الأعمام والعمات كلهم من قرابات ولهم حق عليه، لأن حق الرحم ذكره الله ضمن الحقوق الواجبة في آيات كثيرة، منها قوله تعالى وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر حقه وحق الوالدين وأعبدوا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله وآتي ذي القربى حقه، وقد توعد الله سبحانه وتعالى قاطع الرحم باللعنة، قال الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فالعقوق من الكبائر وكذلك قطيعة الرحم من الكبائر، واجب على المسلم أن يصل رحمه حتى وإن قطعته، فإنه جاء في الحديث أن الصلة ليست مقصورة على المكافأة إن أحسنوا إليك أحسنت إليهم، لا الصلة واجبة عليه حتى ولو أساء إليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل رحمك وإن قطعوك، فأنت تؤدي الواجب الذي عليك ويكون إثمهم على أنفسهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن يكون الرحم متبادل بينهما؟ نعم الحق متبادل بينهم. نعم. الأخت تزور أخاها والأخ يزور أخته أخته وهكذا، هذا من باب أولى، الأخوة والأخوات بعد يأتي ترتيبهم بعد عمودي النسمة. جزاكم الله خيرا. يقول لعلي أتجنب كثيرا الوقوع في خلاف مع الأقارب أو الأصدقاء، ولكن إذا وقع الخلاف
فإنني أغضب كثيرا ولا أحب لقاء الشخص ولا حتى الحديث معه، حتى وإن كان من أقرب الأقرباء، سواء كان أخا أو ابن عم أو عم، فما عساي أن أصنع؟ وهل علي إثم من جراء ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الغضب خصلة جميلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أوصني قال لا تغضب، كرر عليه مرارا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. والغضب من الشيطان وله علاج، وذلك الاستعاذة بالله من الشيطان. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتسابان حتى إن أحدهما قد انتفخت أوداده من الغضب، قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها فذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالها الرجل فذهب عنه الغضب. فعلى المسلم أن يدفع الغضب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك يدفع الغضب بكف نفسه عن الانتقام حال الغضب وعن الإيذاء حال الغضب. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. والغضب خصلة إنسانية موجودة في الإنسان، كل يغضب، ولكن على الإنسان أن يعالج الغضب وألا ينفعل مع الغضب وينفذ مع الغضب، ينفذ مع الغضب ما أراد من الانتقام، بل عليه أن يحبس نفسه وأن يمسك لسانه ويده عن الانتقام حال الغضب، وأن يصبر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك هناك أشياء أخرى تعالج الغضب، منها الوضوء، لأن الغضب من الشيطان والوضوء، والماء يطفئ النار، فإذا توضأ الإنسان فإن هذا يذهب عنه الغضب بإذن الله. كذلك تغيير حالته إن كان واقفا يجلس وإن كان جالسا يضطجع، وهكذا يحول حالته التي هو عليها ليملك نفسه ويرغم الشيطان فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أسمع بعض الأئمة يقولون عقب الصلاة إلى حضرة النبي المصطفى وعلى نية الشفاء وإلى روح أمواتكم وأموات المؤمنين عامة لهم منا ثواب الفاتحة، فهل يصل ثواب الفاتحة للموتى إلا، وهل تجوز قراءة الفاتحة على الأموات عامة؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل مبتدع، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الصلاة هذا الدعاء وهذه الألفاظ، وإن الذي ورد في أدبار الصلوات الأذكار المشروعة من تهليلات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكذلك إذا سلم استغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن كان بعد الفجر بعد صلاة الفجر فإنه يأتي بالتهليلات العشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. كذلك بعد صلاة المغرب يأتي بالتهليلات العشر 10 مرات ويقول رب أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، مع تسبيحات والتكبيرات والتحميدات 33 فيكون مجموعها 99 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، ويدعو بما تيسر له. وأما هذا اللفظ الذي ذكره السائل من قراءة الفاتحة وإهداها للأموات ورفع الصوت بذلك، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة في مثل هذا الموضع ولا في غيره، وإنما الفاتحة تقرأ في الصلاة وهي ركن من أركان الصلاة، قراءتها ركن من أركان الصلاة، وأما قراءتها في أدبار الصلوات أو
على أرواح الأموات، أو عندما يدعو الإنسان بدعاء يقول في آخره الفاتحة، أو يأمر الناس بقراءة الفاتحة، كل هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت من الرياض وباعثها أحد الأخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله أبو عبد الله. أبو عبد الله له ثلاث قضايا. في قضيته الأولى يقول: دخلت المسجد لأصلي الفريضة ووجدت الإمام راكعا، فعندما كبرت وهممت بالركوع رفع الإمام من الركعة، وواصلت أنا ركعتي، ثم رفعت وأكملت الصلاة مع الجماعة، وعندما سلم الإمام أتيت بركعة خامسة لأنني ظننت أن الركعة الأولى لم تكن صحيحة، فهل علي إعادة للصلاة أو سجود سهو؟ وما هو حال المأموم مع الإمام في هذه الحالة؟ هل ينتظر الإمام أو يسرع ليتمكن من الركوع قبل رفع الإمام من الركعة؟ علما بأنني ألاحظ كثيرا من الناس يا فضيلة الشيخ يسرعون أو يتكلمون في بعض الأحيان، مثل قولهم الله أكبر أو سبحان الله، أو يتعمدون إحداث أصوات ينبه الإمام بأنهم قادمون لأجل أن ينتظرهم حتى يركعوا. هل هذا جائز؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الواجب على من دخل المسجد قد أقيمت الصلاة أن يدخل بسكينة ووقار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمسوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولا يدخل المسجد بجلبة أو بأصوات أو غير ذلك، بل يكون بالسكينة، لأن الناس في صلاة وفي عبادة، فلا يشوش عليهم عبادتهم. وإذا أدرك الإمام وهو راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا، ثم يركع مع الإمام ويقول لهويه للركوع الله أكبر مرة ثانية بالانتقال، وهي في هذا الموضع سنة، إن أتى بها فهو أكمل، وإن تركها فإنها سنة، فليس عليه فيها شيء في هذا الموضع. أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن لا بد من الإتيان بها، وأن يأتي بها وهو واقف ثم يركع. فإن أدرك الإمام، يعني ركع المأموم المسبوق ووصلت يداه إلى ركبتيه والإمام لا يزال في ركوعه، فقد أدرك الركعة. فعليه أن يقول سبحان ربي العظيم، ولو رفع الإمام متأخر عنه يقول سبحان ربي العظيم ثم يلحق به. أما إذا كان الإمام رفع رأسه قبل أن تصل يد المسبوق إلى ركبتيه راكعا، فإنه في هذه الحالة قد فاتته الركعة، فيأتي بدلها بركعة. فما فعلته إن كان من هذه الحالة، وهي أن الإمام رفع رأسه قبل أن تنحني راكعا وتصل يداك إلى ركبتيك، فإن فعلك صحيح، وما ألحقته من الركعة في الآخر عمل صحيح، لأن الركعة الأولى قد فاتتك. أما إن كنت أدركت الإمام وهو راكع ووصلت يداك إلى ركبتيك والإمام لا يزال في الركوع، فأنت قد أدركت الركعة، فتكون الركعة التي أتيت بها بعد السلام زائدة، ولكن نظر لجهلك في هذا الأمر فصلاتك صحيحة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: مات أخي وعليه دين وكفارة ولم يحج، أما الدين فقد قضيناه عنه والحمد لله، والكفارة هي بسبب أنه دهس طفلا صغيرا عمره سنتان تقريبا، وكان أخي بالغا في ذلك الوقت ولم يصم شهرين متتابعين ولم يعتق رقبة، فهل نعتق عنه رقبة من ماله الذي ترك؟ وكيف يكون ذلك؟ وهل أحج عنه من ماله أو من مالنا الخاص؟ وكيف تقسم التركة على والدي دون مأجورين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الواجب عليكم في هذه الحالة البداء بالدين، لأن كفارة دين في ذمة هذا الميت، وكذلك الحج إذا لم يكن أدى فريضة الإسلام فالحج أيضا دين في ذمته، فعليكم أن تنفذوا هذا الدين أولا قبل الميراث، لأن تعتقوا رقبة، لأن تشتروا مملوكا وتعتقوه إذا وجدتم ذلك، إذا وجدتم من يباع من الأرقة فاشتروا من التركة رقبة واعتقوه منها كفارة عن هذا الميت. وإن لم تجدوا رقبة تباع فلو صمتم عنه أو صمتم عنه شهرين متتابعين لأبرأ ذلك ذمته، لكن هذا لا يجب عليكم، وإنما هو من باب التبرع منكم أنتم. أما إن وجدت الرقبة فهذا أمر واجب تنفذ من تركته. أما قضية الحج فكذلك يخرج من تركته
خريطته قدر ما يحد به عنه من تكلف مثلا من أهل ثقة من أدى فريضته أولا ينوب عنه ويعطى تكاليف الحج من التركة، ثم بعد ذلك يأتي الميراث لأقاربه الذين أسهل الله سبحانه وتعالى حقوقهم في الميراث. جزاكم الله خيرا. يسأل عن كيفية تقسيم تركته بالنسبة لوالده، جزاكم الله خيرا. يسأل عن كيفية تقسيم التركة بالنسبة لوالد المتوفى الذي هو والد السائل أيضا. نحن قلنا أولا يبدأ بالدين الذي لله بذمته من الكفارة ومن الطيب ومن الحج. أما توزيع التركة على الورثة فهذا يحتاج إلى معرفة من هم الورثة الذين خلفهم. لا نستطيع الآن لأنه لم يبين من هم الورثة. جزاكم الله خيرا. رسالة من الرياض باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة موضي محمد. الأخت موضي تسأل عن حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي لوحدها، هل هو جائز أو لا؟ هذا أمر لا يجوز، وتكرر التنبيه عليه أنه لا يجوز أن تركب المرأة مع سائق ليس من محارمها، لأن هذا من الخلوة المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة التي ليست من محارمه، وأخبر أن ذلك يسبب حضور الشيطان بإيقاعهما في الفتنة والفساد، فهذا وسيلة من وسائل الفساد. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، وهذا نهي عن الوسائل التي تسبب الوقوع في الزنا، ومنها الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له، لا في السيارة ولا في المنزل ولا في أي مكان إلا ومعها ذو محرم من محارمها، أو معها من تزول به الخلوة من جماعة غيرها، وركوبها معه في السيارة أشد خطرا من خلوته بها في المنزل أو غير ذلك، لأنه في السيارة يستطيع أن يتحكم فيها وأن يهرب بها من غير إرادتها، فيحصل الفساد لأنه في السيارة يكون له سلطة عليها، والمرأة ضعيفة فقد يهرب بها أو يهددها أو ما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا.